إلى ضيفنا لنهار اليوم، ضيف للحديث عن قطاع هام مهام جدا، لكن الأهمية دياله تبقى مجرد سطور، مجرد شعارات، مجرد مشاريع، ولكن على أرض الواقع الكثير حتى السلطات العليا في البلاد ما زالت تنتقد أو نفسها في عدم الخروج بهذا القطاع إلى حقيقة ما يملك من إمكانيات وما يملك من رجال. أسعد اليوم باستضافة المدير العام للسياحة سيد محمد سفيان زبير للحديث عن واقع السياحة في الجزائر. صباح الخير. صباح النور، صباح النور للمتفرجين. أكيد أنا حبيت نطرح لك أسئلة كثيرة على السياحة، ولكن سؤالي الأول هو أين هي السياحة أصلا؟ عندما نتكلم على السياحة في الجزائر نتكلم على القدرات الطبيعية والسياحية التي تمتلكها الجزائر. نعتبر أن الجزائر هي قارة ولها إرث تاريخي وإرث حضاري، وكذلك هناك المجال السياحي في الجزائر يعني متفرق. نعم. سياسة الدولة يعني هناك استراتيجية وضعت منذ سنة 2008، لكن هذه الاستراتيجية لم تكتمل أو لم تنطلق أصلا. لم تنطلق، انطلقت في بعض يعني في بعض المجالات، لكن لم تنطلق في بعض نعم أخرى. بسؤال بسيط وجواب بسيط، لماذا ما قدرناش نخلقوا من بلادنا خيرات ربي في كل شيء، في البحر، في الجبل، في البر، في كل شيء عندنا خيرات، لماذا ما قدرناش نخلقوا سياحة على الاقل السياحه تستقطب ولاد بلادها سيدي، ماشي نقولوا ما نكبروش كرشنا كما يقولوا ونجيبوا الاجانب، ولكن على الاقل نجيبوا ولاد بلادنا يقعدوا في بلادنا يسعوا في بلادنا. حقيقه لم نواكب يعني تحديات بكل صراحه، بكل صراحه نعم بشكرها، وانت شاب يعني كل المستقبل امامك. الله يسلمك. لم نواكب تطورات هذا القطاع على المستوى العالمي وحتى على المستوى الجهوي. عندما ناخذ مثال، عندما نتكلم على السياحه نتكلم على النقل، على تسهيل النقل، نتكلم على يعني الفندقه، على الفندقه، على يعني المؤسسات الفندقيه، نتكلم على المسالك السياحيه، نتكلم كذلك على سهوله تنقل السائح. فكل هذا واش ذكرت يعني كامور، احنا عندنا في الوجهه السياحيه الجزائريه رانا يعني عندنا مشكل في التنقل السواح، عندنا مشكل في الهياكل الفندقيه، يعني عندنا مشكل في نوعيه الخدمات. ما عندناش مشكل، خلينا نقولوا ما عندناش مشكل، ولكن كي نقولوا ما عندنا مشكل يعني فيه حاجه وفيها مشكل، ولكن احنا ما عندناش اصلا لا. عدد كبير من الفنادق اللي يستقطب. انا والله ربما استغرب ويستغربوا حتى المشاهدين لما نتكلموا على جاره قريبه لنا مثلا تونس عايشه بمدينه اسمها الحمامات، عايشه كل ربما الاموال تاع الخزينه ديالها راهي تدخل من هذيك المنطقه. ما عندناش نص منطقة تشبه الحمامات. أنا أعرف أنه عندنا 50,000 منطقة في الجزائر أحسن من الحمامات، ولكن ما عندناش الناس اللي مهتمين بالسياحة في الجزائر. تكلمت على يعني جارة تونس، فجارة تونس كانت تطوير السياحة من بين أولويات منذ عهد الاستقلال. نعم، لكن صحيح، ما دي متفق معك يعني، لكن كنا نأتي بالبترول ندوخ الدراهم ديالو، لكن الآن حان الوقت للتفكير على التبعيه الرئيه للنفط، ولازم نخدم قطاع السياحه. فلذلك فهناك برامج، ويعني الانسان ما ينكرش جهد الدوله اللي يعني اللي قامت به في تطوير قطاع السياحه، لان قطاع السياحه هو قطاع له علاقه مع كل القطاعات، يعني ترانسفيرسال. اكيد انا باش نقول لكم انتم فقط لما نتكلموا على السياحه كذلك نتكلموا على الخاص، ربما على الخواص، نتكلموا كذلك على الاستثمار السياحي، نتكلموا كذلك على التاشيرات. يعني لما نشوفوا تهضر مع ناس اجانب يقول لك باش ندي فيزا ندخل للجزائر يعني يقعد شحال. هذه واش قلت يعني ان من بين يعني معوقات تنميه وتطوير الوجهه السياحيه الجزائريه هناك مشكل يعني التاشيره، ومشكل كذلك تسويق الوجهه الجزائريه على مستوى السوق العالميه، مشكلة كونكتيفيتي في يعني الطيران، لان عندما نتكلم الان على السياحه في العالم نتكلم على تكون ان ديستيناسيون فيزيبل وكذلك تكون اكسيسيبل. هاد الزوج يعني مكونات ما عندناش في الوجهه السياحيه. صحيح. لكن الان يعني ناخذ مثال ان البرنامج الانتخابي للسيد رئيس الجمهوريه، وكذلك في 54 يعني التعهدات اللي قالها السيد رئيس الجمهوريه، وخاصه في يعني في الكلمه اللي قالها في مراسم يعني اداء اليمين، يعني كان بوضوح ان قطاع السياحه الان يعول عليه كقطاع.
فناخذ مثال، نحن بصدد اعداد مخطط الحكومه، ففي مخطط الحكومه ادرجنا النقاط، يعني نقاط فعليه، يعني ليس فلسفيه او نقاط اللي ما غاديش نعملوا استشرافيه، اخذنا نقاط، اخذنا يعني نقاط من المجتمع، يعني من ليزوبيراتور المتعاملين السياحيين، اخذنا نقاط من السوق الدوليه، اخذنا من متطلبات السائح وجعلناها في خطه الحكومه، لان خلاص احنا غلقنا مع الماضي. نعم، اذا انا ما ندخلكش في مخطط عمل الحكومه حتى، لا لا، لان عمل قطاع السياحه، لا لا، عمل قطاع السياحه يرتكز على قطاعات حكوميه اخرى، اكيد مرتبطه. ناخذ مثال يعني. على مكاتب الصرف لا يوجد في الجزائر، صحيح، كذلك الاي بايمنت، يعني باش تخلص الالكتروني، الدفع الالكتروني، يعني الرقمنه الان على مستوى المؤسسه الفندقيه او السياحيه. نعم، متفق معك. يعني السائح لما يجي سائح الماني ولا سائح امريكي ولا سائح بلجيكي باش يروح لسيدي فرج، ولا مثلا نتكلم على الاماكن على الاقل اللي نعرفوهم ولا اللي نهضروا شويه، نقولوا ارديس ولا نقولوا، لازم يروح للسكوار يصرف دراهم باش يروح يصرفهم في هذه المناطق. اكيد هنا متفق معك. انتم في برنامج الحكومه هذا اللي راح يكون قريبا، اعطيني حاجات عمليه وليس فلسفيه. لا عملية. وش المشاريع اللي راح تكون مثلا؟ هل راح نشوفوا مناطق سياحيه هذه؟ بالضبط. البرنامج مقترح، ويعني مقترح مشروع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي في برنامج هذه الحكومة يكون عن طريق عمليات فعلية. ناخذ مثال، هو إنشاء مناطق سياحية يعني متخصصة، يعني أقطاب امتياز في السياحة، كذلك العمل مع، خليني نقعد في هذه النقطة لأنه هذه النقطة تهمني بزاف. هل مثلا، خليني نحلم ولو دقائق معك في هذه الصبيحة، انه هل راح نشوفوا مثلا انطاليا في الجزائر ولا بودروم ولا نشوفوا الحمامات في الجزائر؟ هناك انماط سياحيه في الجزائر، انماط سياحيه ساحليه، ناخذ مثال ولايه ساحليه كوهران او عنابه او حتى مستغانم، باش تكون انماط سياحيه او اقطاب سياحيه بامتياز. هناك سياحه الحمامات المعدنيه، ناخذ مثال ولايه قلمة او ولايه سطيف او ولايه غردايه، يعني باش تكون كذلك نطورها الى انماط اقطاب امتياز. هناك كذلك سياحه صحراويه، ناخذ مثال تيميمون، ناخذ مثال غردايه، اضرار او تمرست، غادي نديروا فيها يعني مشاريع سياحيه وكذلك تسويق الوجهه السياحيه. كذلك هناك من بين النقاط الفعليه هو العمل مع مصالح وزاره الداخليه والجمعيات المحليه والتي العمرانيه وكذلك وزاره الخارجيه من اجل تسهيل منح التاشيره او التاشيره عند مثال في المطارات او في اي نقطه عبور في الحدود الجزائريه. كذلك من بين النقاط برنامج وزاره السياحه هو فتح المجال الجوي للطائرات، يعني الطائرات الاجنبيه، باش ما تكونش حكر الا على الخطوط الجويه الجزائريه. اذا احنا لغه الارقام حتى يعني على كل حال نهبطوا شويه المورال، يعني شحال عندنا سائح دخل الجزائر خلال السنه؟ عندنا هذا العام نسجل اكثر من 2 مليون سائح دخل جزائري. مليونين سائح. هذه الاحصائيات يتم ضبطها عند كل معبر، يعني كل نقطه معبر حدودي. لما تكلموا سائح يعني، هناك سائح صنفين، هناك سائح اجنبي اللي عندنا اكثر من عندنا اكثر من 1,200,000 سائح اجنبي، واكثر من 600,000 الجزائريين المقيمون في الخارج، يعني يعودوا لبلادهم خلال الصيف. في الصيف. ولكن نتكلموا على 1,200,000 سائح اجنبي دخلوا الجزائر. نعم. خلال سنه. خلال سنه، نعم. اذا قارنت لك بكل صراحه، ربما في دول تتعرفها. نعم. اكثر مني، شحال يكون المعدل ديالهم سنويا؟ هناك اذا قارنت ببعض الوجهات السياحيه مثلا تونس، حتى نتواضع، ما نقارنوش بتونس لان السوق التونسيه او السوق المغربيه او السوق المصريه، يعني ناخذ افريقيا في السياحه يعني هما من بين الدول يعني قاريا. معليش حبيت نعرف شحال رقمهم. مثال في المغرب اكثر، سجلوا اكثر ما بين 6 حتى 7 ملايين سائح. مش عندهم خير منا بكل صراحه. لا, لا, لا الفرق ان السياحه في هذه البلدان يعني تنمات. نعم اكيد، هما اعتمدوا وما راس مالهم السياحه، وحنا كنا دايرين فايده تاع الفايده. فناخذوا مثال، قلت لي لغه الارقام، نعطيك الى يومنا هذا نسجلوا اكثر من 2400 مشروع سياحي. نعم. اللي غادي يوفر اكثر من 314,000 سرير جديد. نعم. هناك اكثر من 2900 وكاله سياحه والاسفار. لكن المشكل اللي ما يخليش الوجهه السياحيه الجزائريه تقدم هما مشاكل متعلقه
بالتأشيرة بالرحلات الجوية بالخطوط المباشرة المنعدمة. دخلنا ربما لقضية أخرى هي ليزاجونس توريستيك أو الوكالات السياحية. نشوف كذلك فيما يخص هذه الوكالات هناك العديد من المشاكل، هي كثرة الله عليها مثل الشامبينيون كما يقولوا، ولكن نشوفوا باللي راهي تمارس سياحة التصدير وليس سياحة جلب ربما السياح وهي إخراج الجزائريين من السياح. أولا حبيت نعرف شحال عندنا من وكالة سياحية. عندنا أكثر من 2900 وكالة سياحية مسجلة أو معتمدة من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي. عندما تكلمت على التصدير أكثر من الاستقبال، عندما نصدروا ناخذ لك يعني نقطتين في التصدير السواح. الخطوط الجوية أغلب الوجهات السياحية موجودة على الجزائر، ناخذ مثال تركيا أو مصر أو الأردن، يعني الخطوط الجوية الأردنية أو الخطوط الجوية المصرية متوجهة على يعني كل عندها رحلة يعني يوميا رحلات. وعندما نتكلم على التأشيرة، الجزائري عندما يطلب التأشيرة في هذه البلدان فلك تأشيرة في نصف دقيقة عن طريق صحيح وأمام فيزا إلكترونيك. نعم. لكن العكس ما كاش. فالتأشيرة الجزائرية هي من أصعب التأشيرات على مستوى العالمي. لا كونكتيفيتي أيريان، يعني الخطوط الجوية الجزائرية ما عندهاش يعني نقاط في جميع البلدان. لذلك عملنا ملتقى مع المهني قطاع السياحة والصناعة التقليدية في غضون أكتوبر في أكتوبر الماضي 2019، وين برزنا كامل نقاط الضعف تسويق الوجهه السياحيه الجزائريه. وكذلك الوجهه السياحيه عندها لازم لها لا بروموسيون، لازم لها الترقيه. صحيح. لو بيجي الوي يعني الميزانيه يعني اللي مدينها للديوان الوطني للسياحه ما تكفيش باش نسوق وجهه الجزائر. نعم اكيد. لما نتكلموا كذلك على السياحه ولا الوكاله، سؤال واحد فقط على الوكاله السياحيه، هل يتم اقصاء او تم اقصاء بعض الوكالات السياحيه؟ نعم. فيما يخص نعم. عندما هذا العام سجلنا اقصاء اكثر من 15 وكاله سياحيه لانها لم اخلت بعملها يعني وفق الضفات الشروط المعتمدة فيما يخص الحج والعمره. فيما يخص الحج والعمره وكذلك فيما يخص بعض الرحلات المنظمه في شهر في الصيف. نعم. الى تركيا وتونس. اوكي. تم السحب النهائي للرخصه. السحب النهائي للرخصه. وش يعني وشنو ربما الخلل اللي داروا او ربما الاخطاء اللي ارتكبوها؟ الاخطاء اللي ارتكبوها انه عندما احتيال مثلا لمشي الاحتيال، هو عندما السائح ياتي الى الوكاله ويشتري منتوج سياحي هناك عقد يبرم ما بين البائع ويعني والزبون. فعندما تشتري فندق بخمس نجوم وتذهب الى 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 مقصد ما وتلقى روحك في نجمه دورتوار. واحده في الدورتوار، هذا يعني اخلاق بالمال. نعم. تم من هذا الشيء انا شخصيا كذلك الاحتيال هذا من بعض الوكالات يعني هي في عمليه الصرف يعني مخالفه للصرف لمنظومه الصرفيه في الجزائر. نعم يعني هربوا شويه دراهم يعني اعطوا يعني بعض الصكوك على مستوى الدول الاجنبيه باسم البنوك الجزائريه. نعم اوكي. هنا 15 وكاله سياحيه تم يعني هذه السنه يعني سنه 2019. لما نتكلموا على السياحه اكيد نتكلموا على المبيت تاع السواح. لما نتكلموا على المبيت يعني نتكلموا على الفنادق او ربما المجمعات السياحيه لخدمات ما عندناش ربما عدد كبير من الفنادق، حتى اذا حاولنا انه ربما نشطوا قال كاس افريقيا ولا منظم او تنظيم رياضي او ربما ثقافي، ما عندناش الامكانيات الفندقه اللي نبيتوا فيها الناس اللي يجونا حتى نكونوا مجبرين نبيتوهم في الاقامات الجامعيه. وعلاش ولايه وهران دس التنظيم لجو ميديتيراني في 2021؟ يعني هنا دليل على ان ولايه وهران من يتناقض دليل ان مدينه وهران لها يعني لها المؤسسات الفندقيه المؤهله اللي ولها يعني مؤهله. ما شفناش حتى 21 باش نشوفوا الى مؤهله ولا لا. لا 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 لأن شفنا لا لا الى يومنا. نعم. لا لا الى يومنا هذا مؤهله. وولايه وهران ناخذ مثال على ولايه وهران، هي من بين الولايات الاولى اللي. نعم. عندها حاضره الفندقيه
يعني تتواكب مع الطلب السائح وكذلك تتواكب مع المعايير الدولية. لاحظنا في الآونة الأخيرة أن ولاية وهران كولاية الجزائر كذلك مستغالم ولاية أضرار، يعني ناخذ مثال على ولاية أضرار، هناك مؤسسة فندقية راهي تتبنى وراهي يعني تتماشى مع المعايير الفندقية. هناك كذلك بعض الخواص اللي تحولوا بثقافة التسيير الأجنبي، فلاحظوا أن بعض مؤسسة الفندقية على مستوى الجزائر العاصمة قسنطينة أو عنابة أو سكيكدا يعني راهم يعقدوا عقود تسيير مع علامات تجارية عالمية. لكن عندما تكون كيفاش يكونوا هذوما العلامات؟ راهم يمشوا، يعني ما نقدرش نقولوا من ناحية الإشهار أكيد، لكن ما ديرلهمش إشهار لكن وإلا تحمل أنت مسؤولية. لا ما تحملش مسؤولية، راهم يمشوا ونباتوا لك الفاتورة لوزارة السياحة. يعني مفيش مشكلة. يعني ليكزومبل كان في الجزائر العاصمة، كان في سكيكدا، كان في وهران، كان في قسنطينة وفي لا أنا حبيت نتكلم على عندما تكلم على المؤسسة الفندقية لازم نتكلموا على الخدمة السياحية وعلى التكوين. خلينا نتكلموا، انت تدخل ربما تروح الفنادق في الخارج تشوف استقبال الله وتشوف الناس يعني يتعاملك باحترام وتعاملك كما يقولوا لو كليون يروى هكذا يقولوا الزبون هو الملك، ولكن في الجزائر لا شوف هو ما كاش هذه الامور. هو كل منتوج عنده يعني لا فيترين، عندما تبي تشري اون فيست ولا اون شوميس تلقى لا فيترين. الفندق ما فيش لا فيترين، لاكوي يعني الاستقبال هو لا فيترين تاع الفندق. لذلك فن يعني اول المكلف بالاستقبال عند البواب كما احنا نقولوا البواب لو بورتي ولا لو باجاجيست ولا لو ريسبسيونيست، هادو يعني نعيط لهم حنا يعني تكوين الدقيق في السياحه. نعم. هادو لي بتي ميتي دو توريزم هما اللي يفون دو توريزم ان غرون سيكتور. لذلك حنا نركزوا على عن طريق البرامج الحديثه على مستوى المعاهد المتخصصه، يعني عندنا 3 معاهد، عندنا مدرسه العليا للسياحه ومحاذين في تيزي وزو وبوسعده باش تقدروا تكونوا لا وكذلك مراكز التكوين المهني على مستوى 48 ولايه، وين راهم يعني يدرسوا يعني التقنيات في التسيير الفندقي. نعم. إذا تكلمنا كذلك في هذا السياق نتكلموا على الفنادق العمومية وفنادق الحكومية حكومة الدولة، فنادق الدولة. هذه الفنادق حتى الآن شفنا ربما كاين اللي شفنا عاود ترطرابات وعاود ولات تمشي، نتكلموا على مثلا طلاسو وفندق طلاسو ثيرابي هذاك عاود انطلق وعاود عطى روح، ولكن العديد من الفنادق العموميه لقيناهم مازالهم في ركود. علاش ما خمتش الان او هل هناك تفكير للدوله ولكم كوزاره السياحه الى خصصه على الاقل تسيير هذه الفنادق الخاصه؟ عندما تكلم على الحضاره الفندقيه العموميه استفادت من مبلغ هام في اعاده تاهيلها وعصرنتها، فتاهيلها من ناحيه يعني البنيان وتاهيلها من ناحيه التكوين، يعني من ناحيه يعني العنصر البشري. فالان اصبحنا يعني نستلم عدد من المشاريع يعني اللي تم اعاده تاهيلها. ناخذ نعطيك يعني كرقم، في سنه 2020 سوف نستلم اكثر من 15 مؤسسه فندقيه. وعندما نتكلموا على التسيير فهي تابعه لمجمع سياحه وفندقه وحمامات مدنيه، فهناك نظره اخرى يعني رؤيه مستقبليه في تسيير هذه المؤسسات. انا حبيت نقول لك ما توليش زعما قال فندق تاع الدوله يلا شهر تاع الدوله لا هذه يعني هاد لا ديسيزيون القرار يرجع الى مجلس مساهمه الدوله اللي هو يرى اسكو نديروا ان كونتران دو ماناجمنت ولا ان كونتران دو فرانشيز. راكم تخموا فيها يعني ما تعطيكمش فكره جديده انا؟ هي نخموا فيها من ناحيه عصرنه وتاهيل هذه الفنادق عن طريق التسيير الحديث للمؤسسه الفندقيه، سكون ابل ان كونتران دو ماناجمنت ان كونتران دوتيلي، مي الهيئه اللي تسمح بهذا يعني هي وليست خصصة. نعم. يعني خصصة ما كاش يعني ما احنا كوزاره ما خممناش فيها وما نخموش فيها كخصصة. خمو في خصصة التسيير يعني او المانجمنت. يعني المانجمنت هو التسيير الحديث للفنادق العموميه. نعم، شحال عندنا فندق قلنا؟ عمومي عمومي نعم الحضيره. نعم. عندنا 66 فندق يعني عمومي. المداخل ديالهم ما كاش يعني لا فيه مداخل، لان لا شونس كيزون هادو لي زوتيل متواجدين في كل انماط السياحه. نعم. عندما تمشي للتيرمال تلقى لي ساسون تيرمال في الصحراء في الكليماتيك وحتى في البالنيير. نعم، اذا تكلمنا على ربما القضيه تاع الوكالات السياحيه نتكلموا على الحج والعمره.
انا نشوف مؤخرا شفنا احتجاج لبعض الوكالات تاع اللي تم اقصائهم من ربما كوطة الحج. انتم كيفاش تعاملتوا مع احد؟ هي في الحقيقه ان الوزاره السياحه والصناعه التقليديه والعمل العالي لم تشرك في اعداد الدفتر الشروط الذي يحدد كيف اقتناء اقتناء هذه الوكالات السياحيه اولا. ثانيا لقد استقبلنا الوكالات السياحية المقصات من عملية تنظيم الحج، استعملنا إليهم ورفعنا الانشغالات. والاقتراح تاعنا هو أن سوف في بحر الأسبوع القادم إن شاء الله سوف نقعد اجتماع مع ديوان الحج، مع وزارة الشؤون الدينية والأقف أولا، ثم مع ديوان الحج والعمرة. لأن عندما نتكلم صراحة أن مرسوم إنشاء الديوان لم تشرك فيه وزارة السياحة والصناعة التقليدية، ولاحظنا أن الآن الديوان هو الآن راه يعمل في عمليات اللي عندها باختصاص قطاع وزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي. فالوكالات السياحية والأصفار تعتمد من طرف وزارة السياحة والصناعة التقليدية وليس من ديوان الحج، وليس من ديوان، ولا الديوان ليس مخول قانونيا بمراقبة أو بتفتيش هذه الوكالات في الميدان إلا المفتشين الرئيسيين. تم اختراق القانون أو اختراق التعامل لكن لذلك مش معنا ديريكسيون بوليميك. أنا حبيتها أنا نجيب تاع الحج. لا لا فيش مشكلة، لأن القانون واضح، قانون وكالات 99.06 واضح كوضوح الشمس أن نشاط الوكالة السياحة الأصفار مهما كان نشاطها في تنظيم العمرة أو تنظيم الحج فهو من مصالحيات وزارة السياحة. لكن الديوان كهيئة نحترمه، هو ديوان مشرف على تنظيم نادي الأمر. لكن حبذا أن دفتر الشروط، لأن الوكالات السياحية المخصصة من تنظيم الحج لهذه السنة فاشتكت من دفتر الشروط الذي ما خللهاش الحق. لأنكم حابين تعاودوا دفتر الشروط هذاك؟ لا احنا في اجتماع ان شاء الله مثل يكون مع الهيئات اللي ذكرتها يكون اقتراح في اشراك وزاره السياحه في مستقبلا اعداد دفتر الشروط. نعم، من بين الاسباب اللي قلنا السياحه ما كاش انه يتم اهمالها في مواضيع مثل هذه، شيء ربما لا يقبل. شكرا لك السيد زبير سفيان على كل هذه التوضيحات والايضاحات. نتمنى ان شاء الله منا يكبروا اولادنا ولا اولاد اولادنا يلقوا السياحه الله يبارك. نتمنى كذلك من السلطات العليا انها تعتمد السياحه كوزاره سياديه، ما ديرهاش وزاره ثانويه. هي في الحق الان قطاع السياحه سوف يكون ان شاء الله له ان شاء الله. لا حتى الان رانا في الوعود، خليك نقول التطبيق ماشي في الوعود. هذه الوعود كانت تم التصريح بها في اطار برنامج اللي تكلمت عليه. نعم، تاع الرئيس. تاع الرئيس ان شاء الله فيه تكون قطيعه مع الماضي ان شاء الله. وهذا اللي قالوا البارح رئيس الجمهوريه، قوم الماضي ومبين القطيعه مع الماضي هي الوعود فقط الفلسفيه والكلاميه. نروحوا الى التطبيقات الميدانيه والعمليه حتى باش المشاهد كذلك ماشي كل يوم يقول لنا راكم ربما تكذبوا عليا. نعم، راكم تكذبوا عليا وكذلك طيبوا لنا الخريف في الشتاء. شكرا لك سيدي سفيان على كل التوضيحات والإضاحة. تمنيتي لكم أن نشوفوا سياحة في بلادنا على الأقل تشبه سياحة دول مجاورة لم تكن يوما أكبر من الجزائر. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، في الأخير ما بقى لي إلا نقول لكم ما دام الله عز الجزائر حفظ أمنها وسترى الشعب ألقاكم